السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، تحية طيبة لكم. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن فيروس كورونا، وسوف نتكلم عن دخوله رسميا إلى أوروبا عبر فرنسا. كيف دخل إلى فرنسا؟ كيف تتم الآن معالجة الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس؟ وأعطيكم بعض المعلومات عن هذا الفيروس الخطير والحاد أصدقائي. من يتابع منشوراتي على الفيسبوك أو المنشورات التي أنشرها هنا باليوتيوب يعرف عن هذا المرض فيروس كورونا الجديد. هو الآن تطور الفيروس وأصبح نوعا جديدا يخص التهاب الرئة الحاد، ولحد الساعة ليس له دواء. ظهر أول مرة في الصين، وقيل بأنه انتقل أول مرة من الحيوانات إلى الإنسان، وبعد ذلك أصبح ينتقل من الإنسان إلى الإنسان. توفي عدد كبير من الأشخاص في الصين، وهناك أيضا عدد كبير من الناس يعالجون بالمستشفيات في الصين. استطاع هذا الفيروس أن يدخل إلى بعض الدول عبر الأشخاص الذين كانوا في الصين في تلك الفترة، ويعني كانت هناك لأنه يكون الانتقال من إنسان إلى إنسان. فسجلت الأسبوع الذي فات حالة واحدة في الولايات المتحدة الأمريكية، سجلت بعض الحالات في دول أخرى كاليابان أو ككوريا الجنوبية إلى آخره. والآن ويوم أمس مساء سجلت 3 حالات رسمية في فرنسا، حالتين في مدينة باريس الفرنسية وحالة واحدة في مدينة بوردو الفرنسية. الثلاث أشخاص هم الآن بالمستشفى وتتم مراقبتهم من عند طاقم طبي متخصص أصدقائي. هذه هي الحالات الوحيدة التي توجد حاليا في أوروبا، هي 3 حالات في فرنسا، وكما قلت لكم الأشخاص يوجدون تحت المراقبة في المستشفى بفرنسا. أيضا هؤلاء الأشخاص أحبوا أن يعرفوا من كيف حصلوا على هذا الفيروس، فتبين بأن هذه الأشخاص الثلاثة كانوا في زيارة إلى الصين، يعني كانوا في الصين. هل هم فرنسيين كانوا يعملون سياحة في الصين، أم أنهم فرنسيون يعملون مع شركات في الصين، أم أنهم صينيون يدرسون في فرنسا أو يعملون في فرنسا؟ لا يعرف. يعرف فقط بأن هذه الثلاثة الأشخاص أحضروا معهم هذا الفيروس من الصين. إذن هذه هي آخر التطورات الحاصلة حول هذا الفيروس الخطير. الصين أيضا عملت الآن، المدينة التي خرج منها هذا الفيروس قامت دولة الصين الآن بتطويقها ومنع سكانها من السفر، منع سكانها من المغادرة، أغلقوا البانهوف محطة القطارات، أغلقوا المطار فيها، ومنعوا الناس من مغادرة المدينة. أيضا تم منع احتفالات رأس السنة الصينية. هذا اليوم هو عندهم في الصين مثل رأس السنة، هذا اليوم يحتفلون بالسنة الجديدة التي هي سنة، لأنه كل سنة عندهم مثلا سنة القرد، سنة الفأر إلى آخره، وسنة 2020 هي سنة الفأر عندهم، هما سنة الفأر، يعني كل يعني مثل التقويم الصيني. لذلك منعوا في مدن متعددة احتفالات رأس السنة، وقالوا بأنهم وطلبوا من الناس أن يبقوا فقط في بيوتهم هذا اليوم، وأن لا يختلطوا مع الناس هناك في الشوارع في المدن الصينية، كي لا تتم وتنتقل العدوى بين الناس أصدقائي. إذن هذه هي آخر المستجدات. 3 حالات سجلت في فرنسا، 3 حالات توجد في المستشفى. نتمنى السلامة للجميع ونتمنى الخير للجميع. إذا كان هناك أي جديد سوف أنشره لكم على صفحتي في الفيسبوك أو هنا على اليوتيوب أو أعمل لكم فيديو. شكرا على المتابعة، السلام عليكم، إلى اللقاء.